السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد المدون قناة ليرن انجلش ويد احمد. اليوم نفس الفيديو اللي سويته امس وما بثيته لحد الان بسبب انقطاع النت او عدم جو ضعف جودة النت بصفة عامة عندي وعند ارحامي. انا كنت رفعت قبل يوم الجمعة رفعت ثلاث فيديوهات، ثلاث محادثات مترجمة زي كذا، يعني محادثات متوسط الحجم ولها ما قصيرة، لكن احنا اخذنا قصيرة كعنوان او عبارة شائعة يعني مرغوبة عند الناس. سويت لكم هذه المحادثة وما رفعتها، كنا نحاول رفعها النت ما يقبل، ما يرضى يرفعها لا عندي ولا عند ارحامي بسبب ضعف النت الشديد بعد عروض استيسية جبارة سوتها، خرب بيت الله خرب بيتها. المهم خلينا نشرح هذه المحادثة، أو عفوا نقرأ هذه المحادثة بشكل كامل، لأن قبل لما سويت المحادثة هذه ما قرأتها بشكل كامل، فأعذروني هسوي لكم هذا الفيديو قراءة النص بشكل كامل بدون ترجمة، وهسمي لكم نفس الاسم وأكتب لكم على اسم الفيديو محادثة قصيرة ما الكل تقصد إليها، أو بالعربي أو بالإنجليزي، وأكتب لكم قراءة النص كاملا عشان تعرفوا أن هذا الفيديو اللي بقرأ فيه نص كامل ما طول. Do you come from Dubai? Yes, sir. Does it make any difference? Actually, it does. Strangers are given special benefits. May I know what advantages strangers have? They are given special housing and they are given the chance to get books much cheaper than others. So can they get food much cheaper also? It depends on the kind of the college you will go to. The College of Education, for example, does not give such benefits, whereas the College of Science gives free board and accommodation. تمام؟ مرة ثانية علشان إيش؟ تزيد نسبة الحفظ. Do you come from Dubai? Yes, sir. Does it make any difference? Actually, it does. Strangers are given special benefits. May I know what advantages the strangers have? They are given special housing and they are given the chance to get books much cheaper than others. Can they get food much cheaper also? It depends on the kind of college you'll go to. The College of Education, for example, does not give such benefits, whereas the College of Science gives free board and accommodation. تمام؟ طبعا الترجمة كلها مشروحة وهذه كل المفردات شرحتها مع حوالي 20 vocabularies، 20 مفرد مهم جدا من هذه المحاضرة كلها تم شرحها، الفوكابلري مع المفردات هذه الممتعة المفيدة جدا اللي فيها مواد علمية وكلمات علمية من وزارات ومن كليات ومن مواد علمية زي College of Science، كلية علوم، College of Education, Kind of Education، College of Education، كلية تربية، Kind of Education، كل نوع التعليم. كل هذا راح تلاقوها بنفس الاسم هذه المحادثة على القناة، ادخل على القناة، ادخل على مقاطع الفيديو راح تجد الفيديوهات. انا ما اطول عليكم الفيديو لان كنت بشرح هذا الفيديو مسبقا، اتمنى يكون افادكم عشان اعجابكم، اتمنى عجبكم ما تحرمونا من لايك وشير سبسكرايب واشتركوا في القناة، وشكرا لمشاهدتكم، السلام عليكم.